مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من متابعة عن قرب، والتي سوف نخصصها اليوم لملف المؤسسة العسكرية. رغم الدور الذي قامت به المؤسسة العسكرية في حماية الثورة وحماية المؤسسات وتأمين الانتقال الديمقراطي، لم تخلو من إحالات وإيحاءات حول المسؤوليات الغامضة لما وقع إبان الثورة وخلال أحداثها. طالت بالأساس القيادات العليا ولا سيما الفريق أول رشيد عمار الذي اضطر إلى تقديم استقالة غير متوقعة وبطريقة ألقت كثيرا من الأسئلة وأحالت إلى العديد من الشكوك في نظر المحللين السياسيين. لكن قبل التطرق لكل هذه المسائل، دعوني أولا أرحب بضيفي الكريم النقيب البحري السابق السيد الهادي الفرجاني. مرحبا بك سي الهادي. بارك الله فيك وبك أكثر وبمشاهديكم. شرفنا بحضورك اليوم. بارك الله فيك. إذن كما سبق وذكرت، ضيفي اليوم هو نقيب بحري سابق انضم إلى صفوف الجيش البحري سنة 75 كتلميذ ضابط، ثم شغل منصب ملازم مهندس في البحرية لعدة سنوات، أحيل على التقاعد الوجوبي بعد اتهامه في قضية براكة الساحل والتي راح ضحيتها قرابة 244 عسكري من خيرة الكفاءات الموجودة آنذاك بجيشنا التونسي. إذن سيدي الكريم، المؤسسة العسكرية بعد الثورة، بين تداعيات الأحداث الأخيرة التي حصلت بالبلاد وبين التجاذبات السياسية، كيف عشتم كل هذه الأحداث من منظور ابن مؤسسة العسكرية بما أنكم انتميتم في يوم ما إلى هذه المؤسسة؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الجواب على سؤالك اللي هو يتطلب كثير من التوسع فيه، أولا أود من كل قلبي أن أشكر هذه القناة الوفية، وأن أشكر هذه المجموعة من الشباب. ما شاء الله، مجموعة من الشباب تتفانى وتعالجون رغم صغر سنكم، ورغم اسمحوا لي، ورغم يمكن بعض في التجربة، ولكن تعالجون موضوع فائق الأهمية وموضوع فعلا معقد. إذن المؤسسة العسكرية ودورها في الثورة، بصراحة وبدون مجاملة، وأنا قد أكون قد وهنا اسمحوا لي قد يكون غير أوبجكتيف، يعني ممكن فيه نوع من الحنين إلى الماضي، ولكن سأحاول أن أكون موضوعي أكثر ما يمكن. الثورات اللي وقعت في العالم العربي، أكثر لعب الجيش فيها دور إيجابي ما هو سلبي هي الثورة التونسية، والحمد لله، وذلك لما يتميز به هذه المؤسسة العسكرية وهذا الجيش الوطني. وسنرى بعد ذلك بالتدقيق أن مهمة الجيش التونسي، رغم أنه لم يكن مهيئ للعب دور من الأدوار، بل كان مهيئ للعب دور أقدر، ولكن في الوقت المناسب اختار أن يكون إلى جانب الشعب وإلى جانب الثورة، والحمد لله. إذن أستاذ هادي، الجيش التونسي كغيره من الجيوش العربية والجيوش الدولية عاش محطات ميدانية مختلفة في تاريخه، تراوحت بين الحسن والسيء. قبل ما ندخل الموضوع هذا، خلينا نشوف الروبرتاج التالي للزميل محمد علي الزال، والذي سنشاهد فيه قراءة تاريخية المحطات الميدانية للجيش التونسي. نتابع الروبرتاج ثم نعود. صامدون صامدون، لا نهاب الموت لا نخشى المحن. صامدون صامدون في وجه كل أعداء الوطن. المؤسسة العسكرية في تونس إحدى أهم المؤسسات السيادية الناشئة، إبان قيام الدولة الوطنية بعد جلاء المستعمر الأجنبي. مؤسسة اتسمت باعتدالها في التعاطي مع الشأن الوطني بعيدا عن كل ظاهرة تجاذبات وصراع، عدا بعض المحطات التي شهدت فيها تداخلا مع صناع القرار، لا سيما في الحقبة البرجيبية. المتتبع لتاريخ جيشنا الوطني يتوقف عند محطات تاريخية كان لها الأثر البالغ في تحديد وجهة المؤسسة العسكرية
تجاه الشأن الوطني التونسي وقضايا الوطن والأزمات الدولية. لعل من أهم هذه المحطات التاريخية في تاريخ المؤسسة المساهمة في معركة الجلاء ببنزرت في أكتوبر 1956، أيضا محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد سنة 1962، تلتها أحداث قفصة سنة 1979. المؤسسة العسكرية كانت أيضا تحت المجهر على غرار ما حدث مع المجموعة الأمنية سنة 1987 وقضية براكة الساحل في بداية التسعينات التي استهدفت أبرز الكفاءات العسكرية في ذلك الوقت. سقوط طائرة الجنرال عبد العزيز سكيك كان أيضا محطة هامة في تاريخ العسكر التونسي. الجيش التونسي لعب أيضا دورا هاما في حماية الثورة منذ اندلاعها في 14 جانفي إلى حد الساعة، مع كل ما يحدث حاليا في جبل الشعامبي وما تخلله من أحداث ساخنة خلال الفترة الأخيرة. رغم أهمية هذه الأحداث والتطورات التي لم تدرج العسكر التونسي في الحياة السياسية من دائرة صناع القرار، إلا أن الجيش الوطني الشعبي كان سنداً للمواطن والوطن في التنمية والإغاثة المدنية والتدريب المهني والتكوين الأكاديمي. ولكن تبقى الحرفية والكفاءة العسكرية في التدخلات الميدانية في المناطق الساخنة في العالم من أجل فض النزاعات والتدخلات الإنسانية والفصل بين القوى المتصارعة شهادة يقر بها المجتمع الدولي في كل التدخلات الأممية للجيش التونسي في مختلف بؤر التوتر في العالم على غرار الكونغو والصومال ورواندا والبوسنة والهرسك. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. إذن كما لاحظنا في هذا التقرير، تاريخ الجيش التونسي مليء بالمحطات الميدانية اللي في بعض الأحيان كانت عادية وفي أحيان أخرى كانت عصيبة وشاقة. أستاذ هادي، ما هو تقييمكم لهذه القراءة التاريخية لتاريخ الجيش التونسي؟ بصراحة في هذا التقرير هناك كثير من الآراء تبقى آراء، لأنه مع الأسف التاريخ غامض في بعض الأحيان، لأنه نعتبر نفسنا ما زلنا لا يمكن أن نقرأ التاريخ قراءة صحيحة لأنه ما زلنا نعيشه. أين يكمن هذا الغموض فيما يخص تاريخ المؤسسة العسكرية؟ بعجالة أنا أقول، المؤسسة العسكرية منذ تأسيسها، أولاً تعرفوا أن الزعيم بورقيبة كانت له رؤية خاصة للجيش، وكان إنسان بصراحة رغم تاريخياً كان له نوع من العداء، لأنه لا يؤمن بالعمل العسكري، كان عنده عداء للي يسمهم الفلاقة، كان يسمى لأنه يرى أنه التحرير لا يتم بذلك. وكما رأينا أيضا أحداث 15 أكتوبر في بنزرت زج بأناس عزل بأناس لا إمكانيات لهم أمام ترسانة عسكرية ضخمة، يعني وكان الهدف هو أن يكسب كم من 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 شهيد، نعتبرهم إن شاء الله عند الله شهداء. إذن وهنا قد ندخل بعجالة في صلب الموضوع، العقيدة الأولى، وهنا اسمحوا لي أسطر أنه العقيدة العسكرية ليست هي العقيدة كإنسان، مش عقيدة الفرد، ما هي شعور الإنسان. العقيدة العسكرية منذ البداية لم تكن واضحة المعالم. كيف ذلك؟ أنه لابد لنا من جيش، كل دولة لها حدود، لها سيادة، لها علم، لابد لها من الجيش. ولكن عقيدة هذا الجيش هي عقيدة دفاعية بحتة، والأغرب من ذلك كانت له عقيدة تعرف
هي عقيدة الدفاع الشعب الشامل، يعني الدفاع عن حدود الوطن تهم كل الناس. لذا وعدت لك مع الأسف هذه كعقيدة إن طبقت بصدق عقيدة رائعة وناجحة وتنجح، لأنه إمكانياتنا المادية، لأنه بناء جيش يتطلب إمكانيات مادية كنا غير قادرين عليه. سوف نتطرق إلى العقيدة العسكرية بأكثر تفاصيل فيما بعد، خلينا تويك نركز على أهم المحطات الميدانية في تاريخ الجيش التونسي. كيفاش تراوها القراءة التاريخية هذه؟ بصراحة أول محطة كانت 15 أكتوبر حرب بنزرت. ثاني محطة مؤلمة مع الأسف هي كانت ما سمي بتحرك الأزهر الشرايتي، اللي هو كان يرى كأنه انقلاب عسكري حسب بعض الميولات السياسية من أتباع اليوسفين، كان بورقيبة يرى أنهم كانوا ينوا عمل عسكري، ومن هنا كان خوف وتوجس عند الزعيم بورقيبة أصبح عقيدة وأصبح عداء. إذن كان القولة، اسمحني، كان عنده قولة شهيدة العسكر في الجزرنات، أن يعني الجيش في الثكنات. وهنا للتاريخ كما أقول أنه لولا أن ربما ضار نافع، لأنه في عدة محطات والموضوع يطول. بعد هناك محطة أخرى هو بما سمي بأحداث قفصة، أن يعني مجموعة من المتمرنين في القطر الشقيق ليبيا وجاءوا إلى تونس يعني كمجموعة. هذه غيرت، هذه مرحلة من المراحل التي أراها إيجابية، هذه غيرت ولأول مرة المرحوم الهادي الهادي نويرة كان حتى بماله الخاص أراد أن يجهز جيش بإمكانيات جيش. الإمكانيات كانت إمكانيات قد تستغربون أنتم مجموعة من الشباب، يعني جيش تونسي أول ما بدأ بما ورثناه من الاستعمار من حوايج ما حبش يهزها، يعني بلغوا الورشات نتاعه اللي خلاهم، اسمحوا لي في الكلمة، الخردة نتاع الجيش الفرنسي اللي تركها بدا والتوانسة يخدموا به. والله وأحد الشهود حتى مرة يحكي لي في حرب بنزرت كانت تجد السلاح مصنع من نوع ويعطوهم ذخيرة مصنعة من نوع آخر، يعني عجيب أن يكون مثلا السلاح يوغوسلافي يعطي ذخيرة أمريكية وسلاح أمريكي يعطي، يعني مش يشتغل ومستحيل، وكان كأنها مسرحية هزلية والذي يمكن التاريخ يظهره. سمحني سي الهادي قبل ما نواصل في الحوار، ثم نقطة هامة، علاش هذا التخوف الكل من الجيش التونسي؟ على خاطر تاريخيا ثبت انه ثم تخوف كبير من 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 المؤسسة العسكرية، وثم محاولة لإضعافها، علاش؟ بالرغم من انجازاته، معناها حقق انجازات عظيمة الجيش التونسي. والله ومع الأسف قد أباغيتكم باش نقول لكم اللي لليوم نعيش في نفس هذا الهاجس، وديما نتصور ونعمل مقارنات بين الجيش التونسي، المؤسسة العسكرية التونسية، بما يوجد في إفريقيا وما يوجد في العالم العربي. وفي الحقيقة، وهذه مش مجاملة للمؤسسة العسكرية ولجيش، جيشنا الوطني تميز عن كل الجيوش العربية الموجودة، لأنه إيش كانت مهمات الجيوش العربية؟ كانت مهمات الجيوش العربية هي إسناد الكرسي، إسناد منع الكرسي، تدخل في الشؤون السياسية، تدخل في الشؤون السياسية. وكان في إفريقيا الانقلابات، تعرفوا في إفريقيا الانقلاب تلو الانقلاب، حتى أصبحنا لما نفتح المذياع الصباح ونفتح الراديو يقول انقلاب نحسه عادي. أنا وصل مع ضابط صف برتبة عريف أول، يعني من المهازل، يعمل انقلاب على جنرالات متاعه عادي ويأخذ الحكم. إذن كأنه أصبحت المؤسسات العسكرية هناك خوف وهناك وجس من هذه المؤسسة التي تملك السلاح. يولي المسؤول السياسي والمسؤول الرئيس أو القائد أو الزعيم من جهة مضى به يسلحها، ومن جهة يخاف على الكرسي، إذن يحاول إضعافها. وكان هناك فلسفات وقعت فلسفات، منها كان اختيار بورقيبة أنه كما قلت العقيدة الأولى اللي كانت الدفاع الشعب الشامل، اللي في الحقيقة كما قلت ما سرناش فيها، وهنا نرجع لها، لأنه اللي يقول الدفاع الشعب الشامل يقول أنه الشباب يتطوع في الخدمة ويتعلم والكل، وصلنا في لحظة من اللحظات فيما بعد
هذا كما قلنا في مرحلة الزعيم بورقيبة، بعد جاءت مرحلة بن علي وهو، وهنا من المفارقات العجيبة، هو ابن المؤسسة العسكرية، ولكن ابن المؤسسة العسكرية اللي معناتها العاق. والله للأمانة وللتاريخ ممكن إنسان يقولها، مرة أحد الضباط الفرنسيين سألني سؤال، وأنا كنت نقيب في طرابلس في فرنسا، يعني ما بعد التغيير، يعني إلى هذه الدرجة تصبح الأمور مقلوبة، يعني آخر من يتصور أنه ينقلب على بورقيبة هو، يعني لا عنده لا إمكانيات عسكرية ولا إمكانيات فنية ولا إمكانيات تكتيكية من نواحي الكل، رغم ما قيل فيه بعد كذبا، يعني تصبح الأمور معكوسة، يعني آخر معناتها كأنه اسمحوا لي بكلمة فرنسي، قالها لي كلمة، قال لي عندكم معناتها البيراميد انفرسي، تحكموا افيك اون فونكسيون اف موازون. واللي صار معناها الانقلاب اللي عمله هو على بورقيبة خلى فيه التخوف الدائم من المؤسسة العسكرية، هو ما يفسر قضية بركة الساحل اللي كانت مؤامرة ومهزلة في التسعينات، ايضا اسقاط طائرة الجنرال سكيك، وفيها معناها من لاول مرة على ما اظن تتجمع قيادات من ليتاماجور. نعم، ومن خيرة ما ثم، وما زال هنا بصراحة ما زال الأمر غامض، وهذا الملف والله أتمنى هناك أناس قادرين أن يفتحوا هذا الملف أحسن مني، وبصراحة لأنه الإنسان شوف هناك معالجات الآن، معالجات إعلامية للمؤسسة العسكرية، وقد يكون برنامجكم هذا الآن أن نبسط الأمور للمواطن التونسي حتى يعرف هذه المؤسسة، ما عاد شكل البوات نوار، ما عاد شكل اللي ما يعرفش شنو قاعد يوقع في الجيش، شنو قاعد. هناك شيء إيجابي الآن، أصبح المواطن وأصبح التونسي يهتم بالمؤسسة العسكرية. على ذكر المواطن التونسي واهتمامه بالمؤسسة العسكرية ويحب يفهم حيثيات معينة، المواطن التونسي تويك يتسأل هل أنه المؤسسة العسكرية في تونس ترتقي إلى مستوى المؤسسات العسكرية الحديثة، يحب يعرف أيضا وضع المؤسسة العسكرية التونسية من حيث العدة والعتاد. قبل ما نجاوبوا على الأسئلة هذه، عنا روبورتاج قامت به الزميلة شيمة الوسلاتي مع الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الدفاع العميد مختار بن نصر. نتابع روبورتاج هذا ثم نعود. قمنا بعدة دراسات، خاصة حابين نعمل مقارنة بين الجيش التونسي ومجموعة من الجيوش العربية والجيوش متاع أمريكا اللاتينية وحتى أوروبا الشرقية، فتبين خلال الدراسات أن الجيش التونسي عنده ميزات وعنده خصائص اللي هي ربما ما تنجهش حتى في جيش من الجيوش العربية أو الجيوش الأخرى، وهذا طبيعي لأنه كل جيش عنده مقوماته وعنده يعني طرق العمل متاعه وعنده قوانينه اللي تضبطه، وخاصة عنده العقيدة القتالية اللي تبنى عليها يعني خلال حياته كاملة. جيشنا من عام 56 مباشرة بعد الاستقلال، وهنعرفه اللي تكون جيشنا وعمل أول تقريب هكا خرجة للشعب التونسي في شارع محمد الخامس في 24 جوان 1956، باش يبرهن أن هكا يعني القوة العسكرية ذلك العمود الفقري للدولة أصبح جاهز، والشعب التونسي كان اعتز أيام اعتزاز بهذا المولود الجديد. فكان منذ ذلك الحين إلى اليوم هناك عقيدة قتالية واضحة، وهناك خاصة قوانين تضبط هذه المؤسسة وتضعها في إطار معين، بحيث جيشنا هو جيش جمهوري، جيش يؤمن بعلوية القانون بعلوية الدستور، وجيش يعمل مع في إطار الشرعية. هناك معايير دولية لتقييم جيش من الجيوش. جيشنا من بداية الاستقلال إلى اليوم عنده وزير مدني، وهذه خاصية من خاصيات الجيش التونسي. يعني تستغربوا ربما، لكن في جيوش أخرى قل ما نجد أن جيش من الجيوش عنده وزير مدني اللي لاهي بميزانية وزارة الدفاع الوطني أو المدير العام تاع الإدارة المركزية أو إدارة الشؤون الإدارية، يكون مدني، وهذه كذلك من الاستقلال لليوم. ثم عنا مجلس أعلى للجيوش فيه يعني إطارات عسكرية عليا قادة
هم اللي يقودوا في المؤسسة هذه، وهم اللي يضبطوا كل توجهاتها وكل يعني مسارها، سواء كان التدريبي أو اللوجستيكي أو العملياتي إلى غير ذلك. إذا بهالمواصفات هذه فقط الجيش متاعنا هو ضمن يعني المعايير الدولية كونه مؤسسة مدنية، يعني مؤسسة عسكرية لكن طاقمها وقيادتها مدنية، خاصة الوزير الدفاع ومساعديه في الديوان، وعنده يعني مؤسسات عسكرية تخدم في الأداء العسكري فقط. لكل جمهورية ناشئة وهي ديمقراطية لابد لها من قوة تحميها، يكفي لهذا الجيش أن يظل القوة التي تحمي الديمقراطية الناشئة ويوفر لها المجال أو يوفر لها الأمن الضروري لكي تنشأ وتتطور، لأن الديمقراطية يعني عندها هي ثورة، والثورة فيها عدة أبواب، ثم الثورة الاجتماعية، ثم الثورة الثقافية القادمة، ثم المجال الأمني بصفة عامة والمجال الدفاعي. إذن كل هذه المواصفات الجيش لما يكون متحكم في أمن بلادنا ويرسي أمن جمهوري ويرسي دفاع حقيقي كما يجب، يعني فيه أمن للمواطن بدرجة أولى ثم أمن للمجموعة وأمن للدولة، بذلك يساهم بشكل واضح في إرساء ديمقراطية. نأخذ المواصفات الدولية، فيها ثم زوز فروع، ثم معايير الحوكمة الديمقراطية للقطاع العسكري، وثم معايير التصرف الشفاف في الميزانية. يعني تقريبا في كل نقطة من هذه النقاط نشوف الجيش التونسي فين بالمقارنة مع المعايير الدولية هذه. النقطة الأولى العلوية الدستورية للسياسي على العسكري. النقطة الثانية ضرورة خضوع المؤسسة العسكرية للبرلمان. النقطة الثالثة توفير مناخ يسمح بمناقشة القضايا العسكرية بشكل مفتوح مع المجتمع المدني. والنقطة الرابعة الحياد السياسي للمؤسسة العسكرية. أن الجيش بتاعنا هو جيش حديث، جيش يعني عنده من المعدات الحديثة على كل المستويات، سواء كان البحرية أو البرية أو الجوية، ما يخليه قادر على القيام بمهامه على أحسن وجه. إذن سيداتي سادتي، كنا استمعنا إلى تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع السابق العميد مختار بن نصر. أستاذ، هذه كانت هذا تقييم العميد بن نصر للمؤسسة العسكرية ومردوديتها وأدائها. هل أن المؤسسة العسكرية في تونس تستجيب للمعايير الدولية في التعامل مع القضايا في الشأن الوطني والدولي؟ هو الحديث عن معايير دولية في الأمور العسكرية بصراحة غير دقيق، لأنه لا يمكن الحديث عن معايير دولية فيما يخص العسكريين والجيش، لأنه فيه جانب السري، فيه جانب الخاص، فيه جانب المعطيات الخاصة. الآن فيه نعم فيه بعض المعايير الدولية بها هي يقاس جاهزية أو جهوزية المؤسسة العسكرية نعم أم لا، ولكن ما ميز، وهنا كلام صحيح، ما ميز المؤسسة العسكرية التونسية أنها كانت رغم الضعف، وهنا أؤكد أن قوة المؤسسة العسكرية في بعض ضعفها، ليتخيل بعض الناس اللي هو ضعف واللي هو مش ضعف. في الحقيقة احنا المؤسسة العسكرية رغم قد يقال ولكن مش ديما صحيح قلة العدد والعتاد لإمكانياتنا المادية المعروفة، وأنه احنا أنه الاستثمار وغيره كان في مجالات أخرى موش في المجال العسكري. بعض الدول الجوار تصرف أو تنفق 100 مرة أكثر منا فيما أو أكثر، قد تقول أنا معتاب تنفق كثير للأمر هذايا، كانتش أولوية بالضبط، ولكن كانت تنفق في العتاد، ولكن كان العتيد يعني كان الإنسان مش تنفق فيه. احنا اللي صار هو أنه هناك نوع من التوازي، بل بالعكس قد يكون الإنفاق وتكوين الإنسان وتكوين العسكري يفوق التكوين المادي. لكن ما أنقص، وهنا إن شاء الله ندركوه لأنه ما بعد الثورة، في الحقيقة الآن بدأت نسائم الثورة تدخل الثكنات. أنا اسمحوا لي باش نكون واقع، لأنه
أولا التغييرات التي وقعت حديثا، وقع الدكتور منصف المرزوقي بصفته رئيس وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة حسب القانون التونسي، وهذه من ميزات زعيم بورقيبة. نقولها بالحق، كان ديما يحب الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس له مدنيين يمثلوه في المؤسسة، ما تقعدش غامضة، ما يكونش كما ما يكونش الوزير عسكري والامور يطبخوا امورهم داخليه، لا لا لا، لابد هناك عيون وكان اكثر معروفه يختاروهم بالولاءات وزير الدفاع، وهنا حتى كما قلنا تسميه وزاره الدفاع الوطني، هذه عقيده. احنا في الحقيقه ثم بعض الدول تسمي الوزاره الحربيه، يعني قد يكون مش كان الدفاع، علاش انا محطوط كان باش ندافع على روحي، أو العقيدة متاعي أن ندافع عن العدو الخارجي، ومفهوم العدو الخارجي هو كأنه العدو اللي يحيط بك جغرافيا. في النقطة هذه على وزارة الدفاع، هل أنه الجيش التونسي هو خبرة دفاعية فقط؟ بصراحة مع الأسف قد يكون نعم، ولكن ستتطور كما قلت بعد الثورة ستتطور، لأنه من الأول نعم، الأول كعقيدة هي الدفاع، كما قلنا كانت الدفاع الشعب الشامل، كانت وهي في فترة من الفترات أخطأت، لأنه الدفاع الشعب الشامل أي كل مواطن يسمي ولي سيلوفر دو تول موند، الناس أي تونسي معناتها الشباب أنت كله مسؤول عن حماية الدولة وهذاك وحماية الوطن وحماية هذا الكيان، وهذاك علاش كانت الخدمة العسكرية الطوعية. تو انتم هك تعرفوا الشباب تو ثم ولد التعيينات الفردية كيفاش تفسرها؟ هذا خطأ بصراحة، انا ارى هذا خطأ في الحسب في فترة من الفترات. وهنا اذكر، والله اذكر لكم حادثة عشتها في مدينة في مدة تقريب 10 سنوات، كنت في ضيافة شركة في الميدان اللي اشتغل به في سكاريا في تركيا، ما هذه في جهة الأناضول تبعد تقريب 200-250 كيلومتر على إسطنبول، وكنت أترقب السائق اللي مش ياخذني من نزل حتى ندخل للمصنع، كان مصنع كبير، عد مع الساعة تقريب 7:30 أو 8:00 أرى جمع من السيارات كورتاج، والله ما انسان استغربت انا توا، عرس ماهوش عرس، احتفال ماهوش احتفال، تقريبا 30-40 سيارة جايين وبأعلام وبالكلاكسون. سألت أول ما جاني السائق، سألته باللغة الإنجليزية طبعا، قلت له بلي سامحني وقع شيء، حبيت نعرف فيه الأعلام وفيه فأجابني جواب والله ما يخطر على بالي، وهنا أتوجه به لشباب تونس وكل، قال لي هذا شاب تركي تقدم للخدمة العسكرية فلوحظ على أنه أبت يعني صالح للخدمة العسكرية، اليوم أصحابه وأهله وكل يزفونه للثكنة باش يعمل سنتين عمل خدمة عسكرية. احنا نجموش نربط التعيينات الفردية هذه برغبة جامعة في تهميش المؤسسة العسكرية، وكانت هذه نتيجة القانون هذا. أولا هذه تقتل فيك الروح الوطنية بالفعل، أنك إنسان كأنه أصبحت كأنها مكس، مش حتى بجباية بالمفهوم الصحيح، لأنه المواطن يعتز بالجباية لأنه قاعد هذا كأنه إنسان كأنه مكس عليك، كأنه خطية أصبحت، ولين ترى الشباب متهرب وتصبح في صراحة في بعض الأرياف مأتم وقت الإنسان يجي يقول جاء صالح للعمل العسكري، ويبدأوا يعملوا معروفة كانت قبل يعملوا أساليب باش يتهرب من الخدمة العسكرية، اللي يعمل روحه ناقصين واللي يعمل روحه. كيفاش نجموا نرجع الروح هذه للشباب التونسي؟ أنا عندي مجموعة من الحلول، وهنا يلزم نعملوا بالحق جمعيات. أولا أنا كم ديما نقول، أنا نقول الفتاة اللي مش تتزوج واحد وتسأله تقول خدمت الخدمة العسكرية ولا لا، يقولها لا، تقول له أنت غير صالح للخدمة العسكرية غير صالح للزواج، هذه مثل أول نقطة مثلا نسأل، لأنه شوف خدمة الوطن، وهنا يزمو تهيئة بصراحة ملو مشكل على الشباب، لأنه زاد كيف الإنسان فايش يعمل كي يخدم الوطن،
هل أنه يتدرب على السلاح، يتدرب على حب الوطن، يتدرب على الإيمان بالحن، لأنه فعلا حب الوطن من الإيمان. وهنا يا معتم، وهنا فعلا أختي وابنتي ملاك، شوف الحب الوطن يكتسب، يعني الإنسان يجب يكسبه. كما قلنا احنا في بعض الاحيان اصبح يتهكم على النشيد الوطني، يتهكم على العلم. وهنا والله اذكر بين قوسين الان اخي وزميلي وصديقي الرائد الهادي القدسي، رغم انه رغم ما صار له، ارى الان على الصفحه بتاعه، فعلا على صفحته يوميا يطالب برفع العلم ورفع النشيد الوطني، ويليتنا في كل مدينه في كل ساحه من الساحات يرفع العلم ونقف. ملاحظة اللي مشى يمشي لتركيا منكم ويرى مثلا، كان يتنافسوا في أكبر الأعلام في الحقيقة، لأنه شوف يحبوا إحياء الروح الوطنية. يولي المجموعة من الشباب اللي هم الحمد لله من الفنيين، واللي هو يليتني نمشي لأنه باش أولا مش يتكون، وسمحني مع فعلا المنظومة كلها كانت فاسدة. وهنا يسمحوا لي معناتها زملائي وتلاميذي من الان ما زالوا ضباط وضباط سامون في المؤسسه العسكريه، واللي الحمد لله كان لي شرف تدريسهم، يسمحوا لي ان نقول لهم راح ما تلومش على الشاب، انت ايش حضرت له؟ تهزه في ثكنه اولا باش يخدم بما يسمى لو كورفي، وتقول له باش دخلت عملت سنه وفماش تسألوا تو، نسأل الناس. أنا عندي حق دائما حب الاطلاع، ادخلت اليوم للمؤسسة العسكرية وخرجت منها بالله باش خرجت؟ قال لك خرجت ثم إهانات، ثم ضرب، ثم يخدموا فيها في أعمال مهينة، تعلمتش السلاح. جات فترة من الفترات بن علي ممنوع على ناس أن تعمل العمل يخدموهمش، وممنوع أنه يعرف السلاح، وممنوع هذا كله. أنه كان ثم خوف وكان ثم توجس من المواطن من أخيه المواطن. وهنا الثورة هذه كان جات وكان أعطت مكتسبات، يولي المواطن يعتز بمواطنته ويعتز بوطنه ويعتز بكل من يحبك. العسكري هذاك اللي أولا قايد من مهمة وهو بيده يتمنى اليوم اللي يلبس فيه هك اللباس العسكري ويبدأ بحق يتفخروا به وتخل وجاء ولا يعرف يستعمل السلاح. لأنه المقولة الدفاع الشعبي الشامل شنو معناتها؟ أي مواطن يعتبر نفسه هو جندي متطوع ولكن يسمى احتياط. كان ثم أحيل إلى جيش الاحتياط، يعني إنسان محتاط يحضر نفسه إذا كان ثم عدو أجنبي. هنا ندخل بعد، والأصبح المؤسف الآن أصبح العدو من الداخل، والعدو من الداخل هذا يلزم نعمل له الدفاع الشعبي الشامل. العدو من الداخل هذا باش نربحوه اللي نشعر الناس الكل أني كونسيرني، سمعني في الكلمة الفرنسية، الناس الكل معنيين بالأمر أن ندافعوا على هذا الوطن وعلى هذه الثورة خاصة. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله نسيم الحرية اللي جت بها الثورة يرجع الروح هذه الدفاعية، روح الدفاع على راية الوطن، على مصلحة الوطن. إن شاء الله يا رب الشباب يحسوا بالمسؤولية اللي مناطقة بعهدتهم. نرجعوا للسؤال الرئيسي، دور المؤسسة العسكرية في بناء الديمقراطية. سؤال رائع ومفصلي، وأهم شيء أنه يكفي أنه لو كان نخرج من هذه الحلقة وفعلا بصراحة لولا الثورة ما كنا قادرين أن نسجل حلقة كما هذه. والدليل ما تصورش أنت عندك تعليمات من أي كان، وأنا نفسي لا أتصور واحد قال لي لا قول كذا وما تقولش كذا وما تقول. هذه من كرامات هذه الثورة وهذه الحرية، وكل إنسان يتكلم بكل حرية بما فيه. أولا كما قلنا الجيش الآن لو أنه تصبح عقيدة الجيش ومهمة الجيش يكون جيش جمهوري يدافع عن الديمقراطية عن الحرية وعن خيارات هذا الشعب، وهذه خذاها قد يكون مش مهيئ له، لأنه هو بيده خروج شوفوا ما الدكتاتور والأغبياء، لأنه أكثر أكثرية اللي يعتبر نفسه الدكتاتور هو غبي مع الأسف. هو قبل يستعمل الجيش
للدفاع عن كرسيه، لكن في هذا غباء، لأنك عندما تعلم الجيش يخرج إلى الشارع ما حصل. وهنا يا إخواني اسمحوني، قد أكون مانيش ملم بالمعطيات، ولكن هناك تحليل منطقي للأمور. ما حصل كان عفوي، والشعب التونسي خرج. كيما خرج الشعب التونسي، الحمد لله المواطن التونسي والعسكر التونسي، ضابط الصف التونسي، الضابط التونسي غير قادر أنه يوجه بندقيته لصدر أخيه التونسي. والله وهذه أروع ما في هذا الجيش. احنا ورأينا معناها مشاهد لا تمحى من الذاكرة خلال الثورة، شفنا حتى مواطنين يقدموا في باقات ورود امتنانا للجيش التونسي على المجهود اللي قام به. بالضبط، وهنا نحمد الله على ما صار ومن توسعوش اللي قاعد يصير الآن في مصر. شنو هذا؟ أنا راه غباء، اسمحوا لي، رغم أنه ما نشفش الدخل في أمورهم الخاص، ولكن غباء المؤسسة العسكرية اللي ما زالت تحلم بالدكتاتورية. لأن هناك الدكتاتوريات والقهر والظلم قد يغذي، يعطي فتات لبعض القادة العسكريين، يبقى موجود في بعض يسكتوا، يعطيه اسكت عليه برك خوذ، يسكتوا أنه بالفساد المالي والفساد الأخلاقي والفساد والترقيات الغير في محلها وكل هذا يجعل أن المؤسسة العسكرية ما هي سليمة. احنا الحمد لله هذه المؤسسة وإن دب فيها بعض ديما، ولكن بأمور بسيطة بسيطة جدا. ولا أدافع، مش ندافع على هذه المؤسسة، لأني فعلا غادرتها منذ زمان، وقعدت هي راي من تقعد محفوفة ببعض الأسرار. ولكن نقول لك اللي حصل مع الثورة، الجيش التونسي ليس، وهنا نقولها بكل ثقة في النفس والتحليل، الجيش التونسي لم يكن له خيار آخر، وهذه من نعمة النعم علينا. الجيش التونسي لم يكن له خيار آخر. في برشا ناس يقولوا طوال الآن، ونسمع في بعض التحاليل والصحفية، الجيش التونسي كان قادر يأخذ الحكم. الجيش التونسي كان أولا، لأنه علاش غير قادر؟ نعطيكم ثلاثة أشياء. الجيش التونسي ليس غبي، وضباط التونسي في مستواك، لأنه دخول تأخذ الحكم مش صعيب. لكن الأهم هو بعد أنك كيفاش تسير الأمور، وكيفاش مش تخرج بعد. سوف نعود بأكثر تفاصيل لكواليس 14 جانفي، في كواليس الثورة نشوف المحور هذا، ننتقل المحور الموالي ونعود بأكثر تفاصيل. إذا بهذا ننتقل إلى المحور الجديد، وهو الجيش التونسي والثورة عفوا. هل يمكن اعتبار الجيش حاميا للثورة؟ ماذا عن كواليس يوم 14 جانفي؟ هل كانت فعلا ثورة أم انقلاب عسكري ضد الرئيس المخلوع بن علي؟ باش نحاولوا نجاوب على الأسئلة هذه الكل مع ضيفي الكريم، لكن قبل ذلك خلينا نشوفوا رأي الشارع التونسي وبعض الجهات العسكرية والسياسية في أداء المؤسسة العسكرية قبل، أثناء وبعد الثورة. إذن الجيش التونسي ومردوديته في التقرير التالي لزميل حمدي الزير. المؤسسة العسكرية لبس أقوى مؤسسة عندنا في تونس، ربي إن شاء الله ينصرهم. الجيش الذي كبت، الجيش الذي قاعد تهميشه في عهد بن علي، أبرز للعموم وأبرز للرأي العام التونسي والخارجي القيمة الذاتية، العقيدة الباطنية داخل العسكري الذي ضحى كما قلت بنفسه من أجل تونس، ولما جاءت الفرصة برز كتونسي يحب تونس ولأهل العلم. تقييم المؤسسة العسكرية ينطلق من وقفتنا، وقفة إجلال وأكبار لهذه المؤسسة العسكرية للدور التي قامت به في ثورة 14 جانفي. أكد مرة أخرى كونه هو حامي تونس، حب من حبه كره من كره، وحتى لما وقع الانفلات الأمني وغاب البوليس وجد العسكري وقام بواجب الأمن الداخلي، ومهمته هو كحفظ النظام وتسيير الشؤون من تنقلات ومن لوجيستيك ومن تسيير الشؤون الطرقات وغيره، وقام بها هو كما ينبغي، حماية المؤسسات. وهذا أمر لا بد أن ينتبه إليه التونسي ويعترف به. الجيش الوطني يستمد قوته من العقيدة العسكرية اللي ورثها، وتعرف عنه الحاضر وليد الماضي،
أن ورثها من التاريخ. المؤسسة العسكرية في تونس قدمت خدمات جليلة لتونس في بناء الدولة، ثم قامت كذلك بعديد البطولات سواء على مستوى المدني والعسكري وطنيا ودوليا. نعرف أن المؤسسة العسكرية تونس تقريبا عام 60 هي تشارك تقريبا تحت الغطاء الأممي قبعات الزرق في بؤر التوتر، وكذلك في مواجهة الكوارث الطبيعية، وخاصة في الأزمات اللي مرت بها البلاد، كان على مسافة من تقريبا من كل الحساسيات وانحاز إلى الوطني والمواطن. الدولة الحديثة في تونس ما كانش عندها، كان عندها بناء المؤسسات مش كما الدولة الشرقية في الوطن العربي. المشرق العربي كان يبني الدولة على أساس عسكري كما في مصر، كما في سوريا، كما في العراق، لكن في تونس التأثر بالنمط الفرنسي لريجيم معناه فرنسي معناه بوليتيكي أدمينستراتيف، كان يجعل من المؤسسة العسكرية مؤسسة يعني محايدة. وكعلاش مؤسستنا العسكرية بقيت إلى حد ما أديستونس، لكن السياسيين أصحاب السلطة في بعض الحالات يقحموها في معارك كما في 26 جانفي في 78 وكما في جانفي في 84، يعني يقع إقحام المؤسسة العسكرية في قمع أبناء الشعب التونسي. إذا كان بعد عليه السياسة الأداء العسكرية لبس الحمد لله. المؤسسة العسكرية لابد أن نحميها أولا من كل تجاذب، وأن التسميات لابد لا يلزم أن تخضع إلى ولاء حزبي ولا إلى حسابات ضيقة. التعيينات الأخيرة ربما ما قد يتساءل في شأنها هو توقيتها، باعتبارها قد حصلت أثناء بين ظفرين أثناء المعركة، وعلى حسب ما أعلمه أن من مبادئ الترقيات أو التحويرات في المناصب العليا العسكرية فإنها لا تكون عادة أثناء المعركة. شوف جندي يعني تحس عليه علامة الإذلال، إذلال هو ذل المؤسسة العسكرية، يعني جندي مرابط 24 ساعة أمام بلدية صفاقس على شكون يعس، يحرص في النيابة خصوصية منصبة نصبتها النهضة أمام الولاية فش على شكون يعس، يعس على والي نهضاوي نصبته النهضة. ممتاز جدا، ممتاز بالنسبة للجيش الوطني في بلادنا الحمد لله. في أمام المعتمدية على شكون يعس، يعس على معتمد نهضاوي نصباته النهضة. والله المؤسسة العسكرية هي قائمة بواجبها حسب ما نشوفه كذا، وأنه أخويا خلاها مستقلة. يعني تحولت حكومة ما يسمى بين ظفرين الثورة، حولت الجيش التونسي إلى ميليشيات تحرص الحزب الحاكم. يا عيال جيش، يا عيال جيش، حاسة بالجيش يشد البلاد. لا تبارك الله فيهم، والله يبين مشكورين برشا جماعة الجيش. إن شاء الله من فضل ربي لباس، وإن شاء الله توسع المنويل هذا. يا عيال جيش، يا عيال جيش، حاسة بالجيش يشد البلاد. إذن كان هذا تقييم المواطن العادي وبعض الجهات المختصة. أستاذ هادي، نرجع لسؤالنا الرئيسي، هل يمكن اعتبار الجيش التونسي حامي للثورة؟ وماذا عن كواليس 14 جانفي؟ للإجابة عن هذا السؤال كما قلت، نعم الجيش اختار وما عندوش خيارات أخرى، الخيار الصحيح الصائب اختار الصحيح، اختار أن ينحاز إلى الثورة ولا غير ذلك. فعلاً ما هوش انقلاب ذات بن علي، ومستحيل أن يكون ذلك، لأنه الشعب هو الذي قرر والجيش هو الذي اتبع الشعب. والأكبر مهمة الآن يجب يعتز بها هذا الجيش إذا كان يحب يريد يكون محايد. نسمع أنه بعض الناس تحب تدخل الجيش في الولاءات، وقوة الجيش الوطني، وإذا كان نحب هذه البلاد ونحب هذا الوطن نخليه جيش محايد، جيش له يطبق في قوانين، هذه القوانين معروفة، يحفظها الدستور، واضحة لا أكثر ولا أقل، ليست له ولاءات لا لزيد ولا لعمر. وذاك علاش وهذه قوة هذه المؤسسة العسكرية. وكما قلنا هناك الآن هناك مراجعات
ولكن رأي المراجعات هذه لا تتم بين عشية أو ضحاها، لابد لها من وقت. ولكن بصراحة أشعر أنه حتى التسميات الأخيرة اللي في بعض الناس بيقول فيها وعليها، لكن أنا أشتم فيها رائحة الإيجابية والانتظار والانتقال إلى ما أحسن. فيما يخص هذه التعيينات، لاحظنا أنه ثمة انتقال من الحوض الساحلي في التعيينات العسكرية، دخلنا به للداخل ولحوض الثورة سيدي بوزيد بتعيين الفريق أول الحامدي، ما تعليقكم على ذلك؟ من المصائب التي كانت في هذه المؤسسة العسكرية أيضا، هذه كان الترقيات والنقل فيها الجانب المهني، فيها الجانب الكفاءة، ولكن دائما هناك معطى الجهة موجود ومعطى الولاء موجود. التسميات الأخيرة ما فيهاش، أنا أقول وإن فيها إيحاءات ثورية أنك تأخذ من يطلع عنه هذا القائد من جهة الوسط، رغم اسمحوا لي هنا يا أبنائي ويسمح لي المشاهد التونسي، رغم أنه الضابط لما خاصة يكون ضابط سامي، ضابط في قيادة عليا، مستحيل أن يكون المعطى الجهوي له دخل، ولا المعطى العائلي، ولا المعطى السياسي، ولا كذا، لأنه يعني يصبح همه الوحيد هو تطبيق القوانين، تطبيق الأهداف المراد تحقيقها. كما قلنا مثلا الآن تكون زمرة صغيرة تحرس في مؤسسة، بصراحة يؤلمني أن هي عندما تحرس هذه المؤسسة لا تحرس زيدا أو عمرا، تحرس الآن الشخص هذا هو في ذلك المكان، مثلا هو والي أو وزير، قد ينتقل الشخص هذا وما همش من هو، ما همش شنو رأيه، ما همش من أي حزب، ما عندهمش ولاءات حزبية، الأهداف هو هالبلاد هذه. يا أخي اتفقوا أنتم مع البلاد هذه، اختاروا. ولكن مثلا نعرف أنه جيشنا الوطني له مهمة كبيرة في الحفاظ مثلا على المسار الانتخابي، أصبح الجيش الوطني الآن يحافظ على مسار الامتحانات، يحافظ، كانت عنده أصبحت مهمات، وراو هنا سمحوني راو تعب رغم أنه قوي ولباس، لكن راو تعبناه، أعطيناه مهمات أكثر مما من يعني يصبح وراو تكون مهمة على حسابي مهمة. أكشفتوا لما حاول الجيش الوطني يكون يمسك بالسلم والأمن في الميادين العمومية، ترى ناس أخرين متربصين به من الخارج، شنو قاعدين يعملوا؟ وهنا أرجع لسؤال تطرح، لا أدري في الكواليس أو طرحت لي السؤال، هو في مخص مثلا هناك بعض الضعف الاستعلاماتي أجل بالفعل هناك حديث عن ضعف الخبرة الاستعلاماتية للجيش التونسي، وهذا ما أثبتته الأحداث الأخيرة اللي صارت في البلاد. وهنا أنا نداء كما رأى الأخ العميد مختار بن نصر اللي هو متقاعد الآن، هنا مطالبة من العسكريين، من الضباط، من الكفاءات العسكرية، وموجودة كثير الكفاءات العسكرية اللي كانوا في الحياة العسكرية، يلزم يكونوا هم سند للمؤسسة العسكرية، نكونوا إما جمعيات أو هيكل، الهيكل هذا استشاري معلوماتي، يلم من الناس الكل، ملحوم من، لأنه هذا يهمنا الكل، راهو أمن تونسي يهمنا. صحيح نجحت الثورة والحمد لله، وللجيش التونسي فضل، نعاود ونسطر، للجيش التونسي فضل كبير على هذه الثورة، ما نغلطوش في روحه ونقولوا له لا يا ليتك، ماذا هناك في بعض الأحيان تحاليل صحفية يقول يا ليتو كان الجيش التونسي اخذ الحكم. يا أخي راهو مصيبة، الجيش التونسي اللي ترى فيه الآن راهو اختار الاتجاه الصحيح واختار الخيار الصحيح، لو اختار العكس يصبح مصيبة. لكن هناك حديث خلف الكواليس أستاذ هادي على أنه ثم تململ بين صفوف الجيش التونسي مؤخرا. أنا لا أصدق بصراحة، حتى الـ شوف ما هو هما ناس، ما همش ملائكة خارجين، هو إنسان
له ظروفه، عنده ظروف عائلية، له ظروف مادية، له ظروف كذا، هذه قاعدة تتحسن. لهم ظروف اجتماعية صعبة، هذه قاعدة تتحسن. ولكن في المقابل الناس هذوما راهوا اللي عندهم نكران للذات عجيب، وقت اللي يلبس البدلة ينسى نفسه. وأنا ابن عائلة كنا في فترة من الفترات خمس عسكريين، أقول أربع يعني، وكان منا ثلاثة ضباط معناتها كانوا يوصلوا للمستوى سامي. وتعرف شنو معناتها؟ أنا ابن عائلة معناتها عسكرية. كنقول لك الإنسان وعشت أنا الظروف، أبدأ ابنك ولا بنتك في حالة مرض، ولكن إذا دعك الواجب بصراحة ثم واجب أكبر، ثم أولويات، وتكونت العائلات، تكونت حتى الزوجة والأقارب تكونوا أنهم يرضوا. مثلا في الأعياد مثلا برشا ناس، أنا مثلا ترضى الوالدة والوالد يرضى أنك تكون بعيد في العيد، ثم ناس أخرين ما ترضاش. في النقطة هذه بالذات ثم حديث ذويك بخصوص التعيينات الجديدة هذه، حديث يقول أنه ثم ظلم للبعض الأفراد اللي تم تعيينهم من ناحية الأسرية، من ناحية ثم بعض موجودين في بعثات في الخارج تم معناها إقصائهم ولقطهم على الفترة هذيك باش يعودوا يرجعوا يتوليوا مناصب جديدة هوني. شنو وردكم على الحديث اللي قاعد يدور هذا الكل؟ والله ما نحبش نفس بصراحة، ما عنديش المعطيات الكافية حتى أجيب أولا، لأني كملاحظ يعني كبعيد، ولكن لا أتخيل، وهنا باش نكون مش نحكي كل في المطلق، لا أتخيل أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة والأستاذ الفاضل رجل طيب السيد رشيد الصباغ، أو صحيح زاد جديد في المعنى، ولكن له مستشارينه. التسميات اللي وقعت ما فيهاش تسميات ثورية، يعني ما جات ما نجابوا معتها من آخر السلم الترتيب، لا قراب ما مش بعاد، صحيح وقعت بعض الترقيات، ولكن لهنا ولا أخفي سرا وسأكون صريح يعني بالحق وما عرفت عنه قناتكم، أكيد اللي كان هناك جهاز ما قبل الثورة وقعت تسميته بولاءات، الجهاز هذا يراه قد ينخر حتى في داخل المؤسسة العسكرية إلى وقت قريب. وأنا أذكر مؤسسة اللي كان مدير الديوان هذا شكون جابه، قصة أرجع بشوية، هو جاء مع وزير الدفاع سابق بولاءات، وقع ترقيات بولاءات، الآن لابد إصلاح، هنواصل في نفس الأمور وما تظلمتش الناس هذوم، وقع الإنسان وقع أنه، ولكن لابد معناتها وقعت تسميته في مكان آخر، وقعت ناس خرجت للتقاعد الوجوبي، ولكن هذا صحيح لابد أنه إزالة بعض العراقيل حتى يقع بعض الإصلاح. ولكن تبقى المؤسسة العسكرية، وهنا أعيد وليست ورود، في منأى عن الأمور هذه، كلمة تململ ما تصيرش، لأنه هي مدرسة عرفت بالانضباط، عرفت بالانضباط إلى أعلى إلى أعلى الدرجات. حتى وإن، وهنا هذه فرصة وفعلا بالحق هذه من بركات هذه الثورة، ما فيها باس نعم، ممكن مؤسسات ما تخليش العسكري تظلم، أو لو كنا ناخذ بين قوسين احنا مجموعتنا اللي ظلمت ما لقينا حتى إنسان يدافع عليه، لا اللي في المؤسسة ولا اللي خارج المؤسسة، وهنا اسمحوا لي قد تكونون مش أنتم الشباب ولا حتى المؤسسة الإعلامية، الاعلام احنا صورنا بين عشيه وضحاها في قبل، لانه الاعلام ما يحكيش على المؤسسه العسكريه، جا شكون قالوا المعسكر العسكري هذو مجرمين وكان يحبوا يهزوا البلاد في حمام دم، اصبحت الناس الكل تنادي هذو مجرمين ومش يهزوا البلاد في حمام دم وارهابيين وبهم وعليهم وكذا، ما ثماش التمحص في المعلومه. الان اللي حاصل والانسان نجم يمشي يتصل، وهنا اخر مره انا بنفسي باركت نداء من وزارة الدفاع الوطني، استقصيوا المعلومة من أهل المعلومة، اطلبونا في المعلومة نعطيكم، ما ثماش أسرار. في اليوم نفسه كانت تقبل تقرأ تغييرات وما يسمع بها حتى حد، كانت تقبل يوقع ظلم في داخل المؤسسة العسكرية وما يسمع بها حد، ويوقع قتل، قد تستغرب أنا قبل المؤسسة العسكرية كانت مسكرة
كما قلنا الصندوق الأكحل بأسراره، ما يدخل فيه شيء وما يخرج فيه شيء، وكانت الآن أصبحت مفتوح. إذن ربحا للوقت أستاذ هادي، خلينا ننتقل مباشرة إلى القسم الأخير من في برنامجنا اليوم، واللي يخص الجيش والصراعات السياسية. حالة الصراع الحاصلة اليوم في بلادنا من اغتيالات سياسية، من أحداث الشعبي، من اعتصامات وحديث خلف الكواليس عن دعوة الجيش للانقضاض على السلطة أسوة للجيش المصري، أيضا استقالة الفريق الأول رشيد عمار، أيضا التعيينات العسكرية الأخيرة على رأس الجيش التونسي، كل هذه التداعيات جعلتنا نضع نقاط استفهام كثيرة حول ما إذا كان هناك رغبة في الزج بالمؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية. لكن قبل محاولة فهم وتحليل الأوضاع هذه، خلينا نتوقف عند نقطة هامة نادرا ما يتم الحديث عنها خلال اللقاءات الإعلامية، العقيدة العسكرية. هل فعلا أنه للجيش التونسي عقيدة عسكرية؟ سؤال حاول زميلنا حمدي سديري إيجاد إجابة ليه مع النقيب الأسبق السيد عبد الحميد العداسي، صاحب كتاب العدو المصطلح أو ما يعبر عنه باللغة الفرنسية لنمي كونفونسيونال. إذن نتابع هذا الحوار ثم نعود. لكل طرف في العالم عدو، وإن لم يكن له عدوا صنعه، ويسمى ذلك العدو المصطلح. ما تعلمناه في حياتنا العسكرية هو أن العدو المصطلح هو من اشترك معك في الحدود الجغرافية، وبالتالي واختصارا فعدونا المصطلح حسب هذا التعريف هي الجزائر وليبيا والجوار عموما. إذا نظرنا في هذا التعريف وجدناه قد صنع بأيادي غير الأيادي التونسية وغير الأيادي الإسلامية عموما، لأن في شرعنا الإسلام نحسن الجوار، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بالجار، في حين هذا التعريف يجعل من الجار عدوا، وبالتالي كنت لا أقبل هذا التعريف. الحديث الآن على أن تونس فيها إرهاب وإرهابيين، وقد تأتي الصحافة ويأتي المسؤول ويتكلم بالأسماء وبالأشرطة، قد يكون في ذلك بعض الحق، ولكن بقية الحق من الذي تسبب في ذلك؟ من الذي تسبب في ذلك؟ بالإرهاب، وبالتالي قد لا تجدني مصدقا لكل ما يقال حول هذا الموضوع. أن هناك فرق بين العقيدة من حيث أنها مصطلح ديني وبين العقيدة العسكرية، فالعقيدة في المصطلح الديني معروفة، ولكنها في المصطلح العسكري تعني من جملة ما تعني الاستراتيجية المتوخاة من طرف هذه القوة العسكرية، وكل استراتيجية طبعا تتبعها أعمال تكتيكية ولوجستية تندرج فيها. يمكن أن نتحدث عن هناك عقيدة هجومية، هناك عقيدة دفاعية. يمكن أن نقول أن العقيدة الهجومية ارتبطت بالأقوياء، والعقيدة الدفاعية ارتبطت بالضعفاء. يمكن أن نقول بأن العقيدة الهجومية من جملة نتائجها الإيجابية أنها حرضت على تطوير السلاح وتطوير المداءات والذهاب إلى الآخر، والعقيدة الدفاعية أنقصت من هذه المداءات وأنقصت من القدرة على السلاح، وبقيت في خانة انتظار الآخر.
مرحلة حكم عبد الناصر اتسمت بقطيعة مع العقيدة الإيمانية، وهو ما أثبت أن معنويات الجيش المصري كانت تعاني من ضعف العقيدة القتالية، مما أدى إلى شبه انهيار معنوي للجيش المصري. ولعل هذا كان دافعا للرئيس أنور السادات واللي هو وريث الرئيس عبد الناصر إلى مراجعة هذا النقص بمزيد الانفتاح والمصالحة مع هوية الجيش الإسلامية. أستاذ هادي، في تونس ما حدث في قضية براكة الساحل يضع نقطة استفهام كبيرة حول عقيدة الجيش التونسي، وأنت أكثر الناس علاقة بالقضية هذه، كنت أحد المتهمين في قضية براكة الساحل. شنو ردك على النقطة هذه بالذات؟ هو الموضوع العقيدة العسكرية موضوع شاسع، والأستاذ أستاذي عبد الحميد العداسي فعلا تطرق لجوانب هذا الموضوع، واللي في الحقيقة اللي خلى ديما نعملوا احنا نحاول في تونس اما الاعلاميين او لما ناخذ هذا الملف نعمل مقارنات ما كان يحصل في الشقيقة ليبيا، وما عقيدة العقيد كما كانت يسمى، وما كان يحصل في مصر كما ذكرت الآن من جمال عبد الناصر إلى السادات إلى ما بعد، ما يحصل في الجزائر أيضا، هناك عقيدة أيضا في الجزائر ولكن كان ديما يحاول يعمل مقارنات أن تونس لابد تكون من الأمر ذاك. تونس، وهنا للأمانة كما قلت وللتاريخ، تونس كان الجيش التونسي كان ديما بعيد عن التجاذبات السياسية، وأكبر ميزة وأكبر فخر وأكبر قوة لدى الجيش التونسي إذا كان إحنا نحاولوا نحافظوا على الحيادية والمصداقية، وجيش يكون فعلا جيش مؤسساتي واضح الأمور، ما فيش أمور متخبية. وليؤسف الآن أنه هذا الحزب أو هذه المجموعة أو هذا تريد استمالة الجيش، هذا خطأ. راهو أول ما يكوى بعد ما تستميله الجيش، أول ما يكويك يكوي هذا الشخص اللي استماله، أكيد لأنه خليها بعيد، عنده مهمة واضحة، عنده مهمة نبيلة، عنده مهمة واضحة المعالم، خليه يمشي فيها. لو نرجع مثلا اللي حدث في مصر، مصر جمال عبد الناصر جرب مثلا أنه العقيدة في داخل العقيدة الإسلامية في داخل الفرد العسكري خاف منها، لأنها قد تتحول إلى ولاء. وهنا سؤال فعلا خطير، هو هل أنه صاحب العقيدة قد يحوله إلى ولاء؟ هذا الخطأ اللي وقع فيه بن علي. بن علي في فترة من الفترات وعنده تجربة هو انقلابية، وهناك مثلا مع للأمانة وللتاريخ قد يكون هناك مجموعة اللي سميت نفسها مجموعة الإنقاذ اللي كانت تنوي في فترة معناتها في متتزامنا معناتها بعد يوم من 7 نوفمبر القيام بعمل ما، ولكن العمل ذاك أنا أرى أنه لابد التاريخ يجي نهار وتتوضح هذه الصورة أيضا، لأنه كان من منطلق إنقاذ كما سمي إنقاذ البلاد اللي دخلت في هو، لأنه في فترة هذيك أصبحنا فعلا بلاد بلا قائد، بلاد تحكمها عصابات، وكانت البلاد رايحة إلى المجهول. هناك اجتهاد، وهنا لا أقول مخطئ أو مصيب، وهنا من باب الاضطرار بعض من ضباط الجيش أرادوا الإصلاح، ولكن قعدوا يتحينوا في فرصة، وهنا تشوف المفارقة عجيبة، يتحينوا في فرصة في هبة شعبية كاللي حصلت في 14 جانفي. صدقني لأنه مثلا في نوفمبر 87 وقعت هبة شعبية، الجيش التونسي وقتها سيأخذ نفس المسافة ونفس الموقف اللي يحصل في جانفي 2011، ونكون وقتها البلاد راهي ربحت هالمدة هذه الكل، ونكونوا
عجلنا بالثورة، لكن ما وقعتش. هما بداوا حبوا يسبقوا الشعب نظرا اللي كان ما عندهمش تأثير على الشعب. إذن ولكن تبين حتى العملية هذيك في حد ذاتها وقعت كتجربة في بعض البلدان وكانت وخيمة، كانت نتيجة في البداية طيبة. المشكلة راهو مش في بداية التحرك العسكري، وهنا كلام أقوله للعموم، المهمة العسكري قد يخيل له أنه سيقوم بعمل إيجابي، لكن يكفي أنه يقوم به يدخل في السلبي. المهم لأنه أول يولي يضرب، لأنه العملية كان عمل انقلاب، ضرب بكل القوانين، فسخها، لا دستور ولا برلمان ولا انتخابات ولا حد شيء، يقول يستحلى هو، يقول لك انا عملت غلطه، تنكمل نعمل غلطات الكل ويلا مش مشكله، يقول ما يخرجش. وهذا اللي حصل مع الاسف كما قلنا، حصل في جيش مصر ولا زال الان، يعني رغم انه كانت له فرصه كيفنا باش يقعد بعيد، ولكن لما دخل الجيش والمؤسسه العسكريه تدخل الميدان هذايا راهو خطر خطر خطر. أستاذ، هذه هكذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم، كلمة الختام. بارك الله فيكم، وأولا وأعيد أيضا فعلا أنا مبهور بهذا الشباب وبهذه الروح المعنوية، وأنا أتمنى من كل قلبي وأدعو الله أن يبقى أن يصون هذه المؤسسة العسكرية، وتبقى هذه المؤسسة العسكرية ناصعة البياض كما عرفناها، تدافع عن تونس بكل مكونات تونس، بكل فسيفساء تونس. أنا واللي اليوم المؤسسة هذه لو أن تصبح لها عقيدة، حماية الصندوق وحماية نتيجة الصندوق وحماية خيارات هذا الشعب، وهذا ما يتمناه الجميع. وبارك الله فيك. إذن كل الدلائل تؤكد على أن المؤسسة العسكرية التونسية، وعلى عكس جل جيوش المنطقة العربية، هي الأقل تسيسا وتدخلا في الشأن السياسي وفي الحكم، وذلك في إطار خصوصيات النظام السياسي التونسي، أو طواعية أو كرها. ولكن تبقى دعوى الفرقاء من هنا ومن هناك للزج بالمؤسسة العسكرية في حلبات الصراع والاختلافات الأيديولوجية والصراعات السابقة تهز ما عرف عن عسكري تونس بأنه جيش جمهوري. سيدتي سادتي، هكذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من متابعة عن قرب. شكرا لك سيد الفرجاني على تلبية الدعوة، شرفنا بحضورك اليوم. بارك الله فيك. مرحبا بك. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. موعدنا يتجدد بكم الأسبوع القادم إن شاء الله في ملف جديد. كانت معكم ملاك البكاري، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء. تحياتي.